بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الليلة الرمضانية التي نتشوق دائما إلى أن نعيش ذكريات هذه الليالي المباركات مع خير ما يعيشه المرء في هذا الشهر الكريم مع القرآن الكريم الذي أنزله الله في هذا الشهر الكريم، هيا معا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنفال يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين
لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أن المؤمن لابد أن يتصف بصفة عظيمة جليلة أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليها وأوصى المؤمنين بها، ألا وهي صفة الصدق. فلقد سئل صلى الله عليه وسلم عن كل ما يصنعه المرء من أشياء مرفوضة، فقال يجوز له ذلك إلا الكذب، فقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحفز المؤمنين على الصدق الذي يهدي إلى البر، والبر الذي يهدي إلى الجنة. هيا معا إلى هذه الكلمة الطيبة مع الدكتور عمرو الكمار من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا الإسلام أن نلتزم بها وأن نتسربل بها خلق الصدق. والصدق واسع المعنى، فمن معاني الصدق الصدق في الأخبار، ومعناه مطابقة الخبر للواقع. هذه المطابقة إن وافقت الواقع فهو الصدق، وإن خالفت الواقع يبقى هل وافق هذا اعتقاد المخبر أم خالفه، فإن وافق اعتقاده فهو الصدق حقا، وإن خالف اعتقاد المخبر فهو الكذب لا محالة. الصدق من أخلاق المسلم، ولا يكون المسلم كذابا كما جاء في الخبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل أيكون بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون كذابا؟ قال لا. فلا يجتمع الكذب والإيمان في جوف رجل. وجب عليك أن تكون صادقا فيما تخبر به، وأن تكون أهلا لثقة المجتمع. ومن الصدق كذلك صدق في العمل وصدق في الفعل. والصدق في العمل يعني أداء العمل على أصول الصنعة وفق ما وجب عليه الأداء، أن تؤدي عملك وفق الأصول المتبعة في صنعتك وفي تخصصك، وهذا ما يعرف بالإتقان. قال جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالصدق في العمل أن يكون مجودا حسنا، أن يكون عنوانا لدينك ولإسلامك. كذلك الصدق من أعمال القلوب، فالعبد مأمور أن يصدق في قصده لله رب العالمين. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالصدق في القصد معناه أن تقصد الله وحده في عملك. كذلك من صدق القلب ومن صدق التوجه من أعمال القلوب أن تصدق الله عز وجل في توكلك واعتمادك عليه. عرف العلماء
التوكل بأنه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، صدق اعتماد القلب ليس مجرد الاعتماد إنما الصدق. فالإنسان في عمله مطالب بالصدق والإتقان، في قلبه مطالب أن يصدق في توجهه وفي إخلاصه وفي اعتماده على الله جل وعلا، في قوله وفيما يخبر به من أخبار مطالب أن يوافق هذا الواقع، أو على الأقل أن يوافق هذا اعتقاده. فما وافق اعتقادك ووافق الواقع فهو الصدق، وما وافق اعتقادك وخالف الواقع فهو الخطأ. ولا كذب إلا إذا أخبرت بخلاف ما تعتقد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صالح الأقوال وصالح الأعمال، وأن يرزقنا بمنه وفضله عموم السلام في العالم أجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة عن الصدق، استمعتم إليها من الدكتور عمرو الكمار من شباب علماء وزارة الأوقاف. هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ بلال مختار. رمضان يا شهر الخلود، يا درة العام الجديد، رمضان رمضان يا شهر الخلود، يا درة العام الجديد، الله زادك رفعة وحباك بالفضل المجيد، والمؤمنون تطلعوا شوقا إلى الفجر الوليد. هلا غفرت ذنوبنا، هلا غفرت ذنوبنا يا كريم كريم كريم، ربنا رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن، ياللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن. تعال نصلي على العدنان ونطلب من رب رحيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، رب رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر ونتجمع ولا نتفرق، تعال نصلي ونستغفر ونتجمع ولا نتفرق، وجبال التوبة نتسلق ونطلب من
رب رحيم، رمضان كريم.